اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجاب ديالكم، تخليو ليا لي جيم ولي لايك، واللي اول مره كيشوف القناه يتابعون عندي ويشوف الفيديوهات السابقه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وكنبغيكم بزاف وهانتوما معايا. كما كتشوفوا معايا من الفيديو ديال اليوم، انا دابا في المطار صور كنصور لكم شنو واقع المطار كيف داير، وكنتسناو باش ان شاء الله نركبوا في الطياره ديالنا ونمشيو الى مدينه باريس الفرنسيه كيف ما كتشوفوا في العنوان. ما زدتش على الصوت ديالي اليوم فانا مريضه شي شويه، كنتمنى انكم تقبلوا ليا وصافي. واخيرا هنايا وصلنا لمطار اورلي في مدينه باريس الفرنسيه. غادي ندوزو من الاجراءات وناخذ الباكاج ديالنا وهانتوما معنا باش نمشيو للوطيل نرتاحو شويه. كان الصراحه السفر متعب شي شويه، مي بغيا داز ماشي بزاف ديال الوقت مع البنيته وراكم عارفين الوليدات الصغار، الحمد لله كلشي داز بخير. واللي كيركب في الخطوط ديال ترانزافيا فانا كنصحكم بلي ما تعولوش على الماكله حلال عندهم، من الاحسن توجدوا معكم شي حاجه من الدار تاكلوها، ومن الاحسن ما تاكلوش عندهم كاع.
ودابا كيف ما كتشوفوا معايا سالينا الاجراءات وخرجنا من المطار ودابا ركبنا في الطوموبيل اللي غادي يدينا للوتيل. الناس اللي باغيين يجيو في هذه الفتره لاوروبا ففريمون خصوصا في فرنسا فالجو زوين ورائع رائع، ما كاينش داك البرد القارس بزاف اللي كيضر وما كاينش داك السخونيه، انما البرد زوين كتقدروا تستحملوه حتى وليداتكم، زعما ما غاديش يكون قاسع عليهم بزاف. فريمون هذه الفتره عجبتني بزاف، الجو عجبني بزاف، وكنتمنى انكم حتى نتوما تزوروها في هذه الوقيته باش تعجبكم حتى نتوما. الا بليكم طلع فهادي راه يلاه 4 د العشيه، ماشي 4، 5 د العشيه بلوتو. الظلام دغيا 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 الظلام كيطيح دغيا، المغرب كتجي، فمازال الوقيته باقي الحال وانما الظلام كاين. اولا دغيا الظلام كيطيح ماشي بحال المغرب، مي اجواء فريمون رومانسيه وجميله. واخيرا وصلنا للوتيل، باش يلا نستراح واحد شويه. هادي هي لا فيو ديال الوتيل، جو زوين كلشي هو هداك. دابا غادي نرتاح واحد شويه يا ابخي، غادي نشوف واش نديرو، واش نخرجو ولا نشوفو نمشيو نتعشاو ولا شي حاجه. يلا بونسواري، وانتوما مازال معايا. حنا خرجنا دابا جينا لا تور ايفيل، فريمون تري 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 واو. عاد انا الصوره كلشي ديال المقطع تاع عشان تاع من فوق. جينا وما يتفاو لينا الضو ديال لا تور ايفيل ياك تقطع الضو طاح على طريق جو سي با. المهم انتم تشوفوا لا تور ايفيل في الظلام متاسفين، وها هو جا الضو. الضو غير نص ونص بلاصه مازال هو غادي تيشعل تيشعل او بيشعل او بيطفو. اي فوالا. انتم ما تحسموا لا توفي لا توفي في شخصيه. فريمون داكشي الضخامة كنا باغيين نطلعو ليها، بالحق قالك بلي لاسانسور اون بان، سي بور سولا مبقيناش طلعنا باش نوريكم باغي من الفوق، وإنما جينا صافي باش نمشيو نشوفو حاجة أخرى.
اولا نمشيو في حالتنا حيت بنتي مسكينه جايه بزاف وتحرك واحد شويه البرد دابا بالليل. وهانتوما تشوفوا معايا هذا المنظر الرائع زوين، منظر رومانسي. اي فوالا فوالا. انا الفيديو ديال اليوم غادي يسالي هنايا، كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انني نكون وريتكم واحد شي شويه من بزاف ديال الحاجات اللي مازال غادي نوريكم ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، ما تنساوش انكم تخليو لي لي كومونتير ولي لايك. جو فوزيم، فيديو جديد ان شاء الله. باي.